أعيد العمال سيتحول هذا العام إلى نقطة انطلاق ثورة عارمة يقوم بها المحتفون به، ليضافوا إلى قائمة المطالبين بإسقاط الحكومة، مطالبين في مؤتمر صحفي بقيام ثورة عمالية نتيجة ما يتعرض له العامل ونقابته من انتهاكات وإجراءات تعسفية وانشغال بالسياسة أفقد العامل كرامته. كما يضاف إلى ذلك حالة الانفلات الأمني التي فر على إثرها عدد كبير من رؤوس الأموال، وسرحت عمالة لتضاف في قائمة البطالة. أما ختام ما يدور فقد بدت اليمن بحلة اقتصادية رثة، وكل ما سبق اعتبره العمال داعيا لقيام ثورة عمالية لإزاحة الفساد وتصحيح مسار الأوضاع. أعتقد أننا اليوم نلتقي لنعلن صراحة أننا لن نسكت ولن نتوقف من اليوم وصاعدا حتى إسقاط الحكومة التي هي سبب كل المشاكل. مطالبات بالعدالة الاجتماعية ومساواة العامل في الأجور مع بقية الموظفين مر على رفعها أكثر من 6 أشهر، إذ لم تستجب الحكومة للمطالب وصمت آذانها ما استدعى خطوات تصعيدية ستسبق يوم الاحتفال بعيد العمال العالمي بميدان التحرير، حيث ستقام احتفالية ترفع فيها شعارات تنادي بحق العامل، كما لن تتوانى في المطالبة بتطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل حد قولهم. إن الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن يدعو نقاباته العامة ولجانه النقابية في كافة مرافق العمل والإنتاج إلى الاحتشاد صباح يوم الأربعاء الموافق 30 أبريل 2014 في ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء. حملة 11 من فبراير والتي تربطها قواسم مشتركة تتلخص في إسقاط الفساد وحكومته كما يزعمون، أيدت ما جاء به اتحاد نقابات عمال اليمن وأعلنت تضامنها معهم لتحقيق الهدف ذاته. حملة 11 فبراير ثورة ضد الفساد، إذ تحيي العمال في عيدهم العالمي وتشد على أيديهم متمنية لهم الانتصار في قضاياهم العادلة التي يناضلون من أجلها. عيد العمال قد يتحول إلى ثورة في ظل مستقبل العامل المجهول نتيجة دخول اليمن بوابة التجارة العالمية، والتي قد تضع العامل اليمني في خانة البطالة نتيجة حاجة الاستثمارات والمرحلة المقبلة إلى ذوي خبرة متطورة تتوافق مع متطلبات الانضمام، كما أن هناك العديد من الاستثمارات ستغلق إن لم تكن على قدر من المنافسة مع المنتجات العالمية، وهذا ما قد يضيف بطالة لليمن هي في غنى عنها. محمد الصار، اليمن اليوم، صنعاء.